مديرية التربية بحلب تستعد لبدء العام الدراسي الجديد وتكمل تحضيراتها لتكون مدارسها جاهزة لاستقبال الطلاب يوم الأحد القادم، حيث أجرت مديرية التربية اجتماعاً موسعاً مع مشرفي المجمعات التربوية والموجهين التربويين والاختصاصيين ثالث أيام العيد لمناقشة العديد من المواضيع قبل بدء العام الدراسي. تناول الاجتماع نقاطاً أساسية أهمها آلية عمل الموجهين التربويين والاختصاصيين وتفعيل اللائحة التوجيهية وزيادة الاهتمام بالمدارس المفتتحة حديثاً، بالإضافة إلى ملء الشواغر في كافة المدارس ريفاً ومدينة خلال الأسبوع الإداري ومواضيع أخرى متعددة الغاية منها الارتقاء بالعملية التعليمية للوصول بها إلى المستوى المطلوب. طبعا هذا الاجتماع الذي عقد هذا اليوم مع زملائنا الموجهين التربويين والاختصاصيين يأتي ضمن إطار الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد. الحقيقة هي الاستعدادات، يعني ليس هناك من جديد، العمل مستمر. مع نهاية العام الدراسي الماضي خلال العطلة الصيفية كان هناك الكثير من الإجراءات، لكن بهذا الاجتماع تم التأكيد على دور الموجه الإداري قبل الموجه الاختصاصي والتربوي، الدور الإداري للموجه بالوقوف على حالة الشواغر، على جاهزية المدرسة، على البنى التحتية بالمدرسة، على أعداد الطلاب، توزع الشعاب، إعداد البرنامج، بحيث أن يبدأ اليوم الأول من العام الدراسي مع دوام الطلاب أن يكون هناك انطلاقة فعلية حقيقية. أمور تتعلق بموضوع الكتاب المدرسي ووصوله إلى أيدي أبنائنا الطلاب، كل الأمور اللوجستية التي تسهم في انطلاق العام الدراسي. الحقيقة كان هذا الاجتماع، وهناك اجتماع آخر سيكون إن شاء الله يوم السبت مع زملائنا مدراء المدارس ورؤساء الدوائر أيضا ضمن هذا الإطار، إيمانا بأن العام الدراسي يبدأ بقوة إن شاء الله، وكل التحضيرات والأمور التي هي بصدد توفر المناخ العام لانطلاق العام الدراسي، ولا سيما بعد يعني سنوات الحرب الظالمة على وطننا الغالي سوريا. الحقيقة تربية حلب أنجزت وأدت جزء من الواجبة، لكن طموحنا هو وشعارنا في هذا العام ألا يبقى طفل خارج سور المدرسة، ألا يبقى طفل دون معلم وهو داخل الصف، ألا يبقى طفل أو تلميذ أو طالب دون كتاب مدرسي. اليوم كان في عنا لقاء مع التوجيه التربوي والاختصاصي ومشرفين المجمعات للتحضير لبداية العام الدراسي من أجل وضع خطة عمل لمتابعة المدارس بكافة جوانبها من خلال سد الشواغر، إزالة الفائض، لتوفير طبعا بيئة تعليمية مناسبة لطلابنا، حتى متابعتهم لاستلام الكتب المدرسية، تجهيز المدرسة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي، تجهيز برامج المدارس بحيث نكون على استعداد لاستقبال طلابنا الأعزاء وبداية عام دراسي. نتمنى للجميع التوفيق وكل عام وانتم بخير. طبعا نحن في اجتماعنا مع السادة زملائنا موجهين التربويين الاختصاصيين بحضور رفيقنا مدير التربية ورفيق رئيس مكتب التربية والسادة المعاونين، تم مناقشة تحضيرات لانطلاق العام الدراسي 2018-2019 بكافة مراحل تعليمية الحلقة الأولى والثانية والمرحلة السنوية، والوقوف على بعض الصعوبات من تأمين الكتاب المدرسي والشواغر في المعلمين والمدرسين، والحديث على انطلاق العملية التعليمية منذ بداية من اليوم الأول للعام الدراسي. هذه الأمور ستتم متابعتها من قبل السادة الموجهين التربوي والاقتصادي كل حسب إشرافه في المدارس للوقوف على الصعوبات إن وجدت لتلافيها، وسيكون اليوم الأول إن شاء الله في مديرية التربية بحلب بكافة مدارسها تطبيقا للخطة الدرسية بشكلها الطبيعي، وسيتم توزيع الكتب المدرسية إن شاء الله في اليوم الأول من المدرسة. طبعا هذه التحضيرات هي نحن الآن كما نعلم في أيام ثالث أيام العيد الأضحى المبارك، نحن في خلية نحل تعمل في مديرية التربية قبل العيد وخلال العيد، كل ذلك لتوفير الجو الملائم لانطلاق العملية التربوية في حلب لإعادة بناء سوريا من خلال إعداد هؤلاء التلاميذ الذين هم سيكونون العامل الأول في إعادة الألق والجمال لسوريا الحبيبة. اجتماع آخر مع مدراء المدارس في مدينة حلب
للتعليم الأساسي والثانوي بحضور مدير التربية ومعاونيه ومدير فرع حلب للكتب والمطبوعات المدرسية وكافة رؤساء الدوائر في مديرية التربية. تم خلاله مناقشة العديد من المواضيع أهمها الكتاب المدرسي والآلية المتبعة لتوزيعه على المدارس من قبل مديرية الكتب والمطبوعات المدرسية لضمان وصوله إلى كافة المدارس وتسليمه للطالب في اليوم الأول من العام الدراسي، بالإضافة لشرح موسع عن وضع المدارس المفتتحة حديثا وما تم إنجازه من أعمال الصيانة والترميم فيها وحالة الجاهزية لاستقبال الطلاب مع بداية العام الجديد. المدارس رممنا سنة الماضية جزء كبير من المدارس، قديش صار الرقم اللي وصلنا له بترميم المدارس بين الريف والمدينة؟ هلا طبعا اكيد الرقم زاد عن السنه الماضيه، الحمد لله رب العالمين. تم افتتاح حوالي 140 مدرسه ضمن المناطق الشرقيه من حلب وعوده طلاب بكثافه كبيره، ولسه في عندنا خطط ثانيه طبعا بدنا نفتتح مدارس اكثر ان شاء الله. بالنسبه للريف تم افتتاح كافتتاح حوالي 300 مدرسه، تم عمل صيانه تقريبا حد الان لحوالي 50 مدرسه بالتشاركيه بين مديريه الخدمات الفنيه ومديريه التربيه، بالاضافه لتدخل بعض المنظمات. وما بننسى ابدا دور شعبه الطوارئ اللي كثير عم تساعدنا بافتتاح المدارس وتجهيزها بشكل اولي لدخول الطلاب. لا كل عام والوطن وقائد الوطن وابنائنا الطلبه وشعبنا وجيشنا الباسل بكل خير. في العام الماضي كانت نسبة افتتاح الثانويات العامة حوالي 12 إلى 15% من المناطق المطهرة، حيث بلغ عدد الثانويات 61 ثانوية في التعليم العام، والآن نحن بصدد افتتاح 7 ثانويات أيضا. أما بالنسبة للريف المطهر فقد تم افتتاح 17 ثانوية، والآن نحن بصدد افتتاح 22 ثانوية أخرى أيضا على مستوى الريف. أما بالنسبة لعدد الطلاب فلاحظنا الفرق الكبير بعد تحرير الجيش العربي السوري لمناطق عديدة وواسعة، ونتمنى ذلك للوطن كله. فقد كان عدد الطلاب 24,402 قابلة دائما غير مستقرة هذه الأعداد بسبب الأوضاع الراهنة، والآن النسبة تجاوزت 12 إلى 15% في ازدياد عدد الطلاب لهذا العام. أما بالنسبة لملء الشواغر فقد تقدم 1155 مدرس ومدرسة في التنقلات اللي هن ضمن الملاك. تم تنفيذ 341 طلب، وفتحنا مجال أسبوع للاعتراضات الأسبوع الإداري، وسنقوم بسد الشواغر إن شاء الله، ونتمنى لأبنائنا عاما مليئا بالتفوق والتقدم والنجاح. ومع بداية الدوام الإداري كاميرا التربوية زارت إحدى المدارس لتوثق بدء الدوام وتحضيرات المدرسة لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد. اجتماع للكادر الإداري والتدريسي تحدثت فيه مديرة المدرسة عن أهم النقاط الواجب على كادر المدرسة العمل بها، بدءا من طريقة استقبال الطلاب في اليوم الأول وتوزيعهم على الصفوف وتسليمهم الكتب الجديدة إلى تجهيز البرنامج والعمل على استثمار الأيام الأولى لإجراء مراجعات عامة للطلاب. نحن اليوم بدينا الأسبوع الإداري باجتماع للمدرسات والمدرسين والإداريين حتى عنا جدول أعمال ننفذه خلال الأسبوع الإداري. أهمه بجدول أعمالنا هو ترتيب استقبالنا للطفل بأول يوم العام الدراسي حتى يكون استقبال يليق فيه ويليق بمدرستنا، هذا أهم شيء. في شيء ثاني والأهم هو القاعدة الأساسية اللي تمشي عليها المعلمة خلال السنة الدراسية،
الأساسية، فالبرنامج لازم يكون جاهز، كتبنا جاهزين، رح تتوزع الكتب بطريقة حلوة للطفل لحتى هو يعرف قيمة الكتاب بالطريقة تتوزعت له، يعني طريقة مفرحة، هو يعرف أنه عم يحصل على كتاب يحافظ عليه خلال العام كله. بالنسبة لتوزيع الصفوف، تم توزيع الصفوف على جميع المعلمات، كل معلمة بتعرف إيش مهمتها، إيش مطلوب منها، التحضير، الالتزام بالدوام الصباحي، التحضير اليومي، استخدام القاعات لإعطاء أكبر قدر من المعلومات، وهي القاعات اللي فيها وسائل تعليمية، فالقاعات الوسيلة بتعطي المعلومة الصح للطفل ساعة اللي بيوصل وبيشوف في جهاز إسقاط، في أي كلمة بتنعطى بالدرس إلى وسيلة تعليمية، فهذا شيء كتير حلو. المعلمات خضعوا لدورات مناهج، مشكورة مديرية التربية لأنه زادتهم معلومات، زادتهم عطاء، هلا أجوا هن بنفسية بده يعطوا كل شيء هن أخذوه، فكمان كتير بادرة حلوة منهم. أنا شايفة إنه جميعهم مستعدين، عندهم همة للعام جديد، عندهم نشاط للعام جديد، بتمنى يكون عام خير علينا كلياتنا. هلا أول شيء كل عام وأنتم بخير، ثاني شيء مجرد نحن كمدرسة قانا عملنا للطفل بيئة صفية مناسبة بالتعاون مع الكادر الإداري وجهزنا له الكتب، فهو يعني رجعناه على المدرسة بطريقة كتير حلوة، بطريقة تشجيعية، ورح نوزع يكون في إن شاء الله بداية العام نشاط يلي هو ترحيب بالأطفال، فنحن مجرد ما عملنا لهم الكتب المناسبة، البيئة الصفية، الجو المريح، وجود الأساتذة، فهذا أكبر دعم نفسي اجتماعي رح نقدمه للطفل، وإن شاء الله خلال العام بالتشارك مع الأنسات والكادر الإداري أي مشاكل بيواجه الطفل فأنا إن شاء الله موجودة لتقديم المساعدة له والدعم النفسي والاجتماعي. وتتابع أمانة السر عملها في تسجيل الطلاب الجدد من الصف الأول أو الطلاب المنقولين من مدارس أخرى، وبدورها أمينة المكتبة تتابع تجهيز الكتب المدرسية التي تم استلامها ليتم توزيعها على الطلاب في اليوم الأول من الدوام. نستقبل الأهالي ومستعدين دائما طبعا، وفي علينا شوية ضغط، يعني في طلاب عم بينقلوا وفي طلاب عم بيسجلوا، وإقبال كتير يعني على التسجيل. قديش تقريبا هلأ صار عندكم عدد طلاب بصف الأول اللي سجلوا؟ تقريبا لحد الآن 130 طالب وما زال التسجيل مستمر. مأمنة دايما من قبل، يعني قبل العيد كانت الكتب مأمنة كلياتها للطلاب، ونحن دائما وكل عام بداية أول يوم بعام دراسي تكون الطلاب الكتب كلها موزعة للطلاب، يعني ما بيمروا أول يوم بدون أي إنه الطالب ما ياخذ كتابه، بياخذ الكتاب وبتبدأ المعلمة إنه تعطيه دروسه واجبات لثاني يوم بشكل كتير مناسب إنه لبداية العام الدراسي، والمعلمة هي نفسها بتاخذ الكتب وتوزعها للطلاب بأسلوب حلو وراقي مع شوية هدايا، حتى الطالب أنه يكون يرغب بأنه داخل على جو جديد وسنة جديدة وبداية عام جديد إن شاء الله تكون حلوة للجميع. وبهذا تكون مديرية التربية ومدارسها ريفا ومدينة قد أصبحت جاهزة لاستقبال طلابها يوم الأحد القادم بعد استكمال تجهيزاتها للبدء بعام دراسي جديد عنوانه الأساسي نشاط، تفوق وإبداع.